أنا في دول سفين يبلغ الفرق يا مسكين وأبوس لله سيدي بنتو تصفى من ودي وكل قرار يتهوى فيه وأبوس لله سيدي قادم من مدينة مكناس للمشاركة في الاحتفاء بصديقنا الكبير الدكتور الطالبي التهامي، طبعا بدعوة من صديق الكبير كذلك الدكتور علي سليطن العلوي وأصدقاء المحتفى به. والنشاط الذي هو يتم بتنسيق مع جمعية بيت المبدع القنيطري. حقيقة أنا لا أعرف كثيرا الدكتور تهام الطالبي عفوا، رغم ما جمعنا من مسيرة تعليمية مهنية، حيث كان هو مفتش اللغة الإنجليزية وأنا أستاذ اللغة الإنجليزية، ولكن لم يكتب لي الله سبحانه وتعالى أن أستفيد من تجربته وعلمه الواسع وكذلك قيمه الإنسانية الكبرى. تحدث لي عنه الأستاذ علي سليطن العلوي كثيرا، فما قاله كان كافيا لأزداد حبا في الرجل وتقدير له، وأتفهم مدى تعلق الناس هنا في القنيطرة وفي كثير من المناطق من المغرب بهذا الرجل العظيم. جئت أشارك بقصائد حقيقة العمودي والتفعيلي، وأبارك هذه الخطوة التي تدخل في إطار الاعتراف بالجميل والاعتراف بالعطاءات الأدبية والعلمية والاجتماعية والإنسانية الكبرى. سلام الله عليكم جميعا، أمسيتكم طيبة وسعدكم الله بألف خير. مرحبا بكم معنا في هذه الأمسية، أمسية الاحتفاء والوفاء، أمسية الاحتفاء بواحد من رواد التربية والتكوين في مدينة قنيطرة، وأمسية الاحتفاء برجل ذي طينة خاصة ألا هو الأستاذ تهامي طلبي مدير مدرسة اللغة الأمريكية. ارتأينا أن نحتفي بهذا الرجل لما له من مكانة في مدينة قنيطرة، من مكانة تربوية واجتماعية وثقافية يشهد بها البعيدون قبل الأقرباء. وقد اجتمعت ثلة من الأصدقاء والصديقات من أجل تكريم هذا الرجل بشراكة مع بيت المبدع القنيطرة وبدعم من طبيعة الحال من المديرية الإقليمية للثقافة مدينة القنيطرة. الاحتفاء أيضا يشهد تنظيم معرض للوحات التشكيلية في فن الكولاج، وهو للفنان التشكيلي توفيق الصيح الذي يؤتت معنا هذا الفضاء الذي ترونه خلفي. الاحتفاء أمسية الاحتفاء هذه سيشارك فيها عدد كبير من الفنانين والمطربين والشعراء والشاعرات من مختلف المدن المغربية، من مكناس، من برشيد، من تمارة ومن القنيطرة أيضا. ثم لا يفوتنا إلا أن ندعم الشباب المبدع، كذلك الموسيقيين شابات وشبان اختاروا الفن واختاروا الموسيقى كأداة للتعبير عن أنفسهم في هذا اليوم الجميل. نتمنى صادقين أن نكون قد وفينا هذا الرجل حقه علينا، لأن يده البيضاء طويلة جدا على أبناء القنيطرة. شكرا لكم على المساندة والدعم، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم أستاذ تهامي شويكا رئيس بيت المبدع القنيطرة. اليوم كانت تواجدوا بالمديرية ديال وزارة الثقافة في القنيطرة، كاين احتفاء وتكريم ديال السي تهامي الطالبي اللي هو غني عن التعريف. السي تهامي الطالبي الأستاذ والفاعل التربوي والجمعوي اللي المسار ديالو هو غني عن التعريف، والناس ديال القنيطرة كيعرفوه مزيان لأنه أعطى لهاد المدينة كيما كيعترف هو أن هاد المدينة عطاها. وحنا كان اليوم فرحانين بزاف بهاد التكريم ديال السي طالبي اللي هو أستاذ ديالنا وصديق ديالنا. شنو ممكن تقول لنا بخصوص الفيلم الآخر ديالك فرحان بزاف؟ أنا نقول لك فيلم واعر أصاحبي، فيلم واعر، كلشي كيقول فيلم واعر ولا لا؟ كاينه اش كاينه الحال؟ كاينه ولا ما كاينه؟ فين واعر؟ تما الناس تمشي تفرجوا. لا داك الناس باغي دابا التلفزيون ما دابا كاين. لا بغيتي شي نهار ونديروا لنا جلسه على الفيلم ونوجد الاسئله ديالك.